ليش احنا نطالب؟ يعتقدون الناس ان احنا نفطيين معناته ان احنا قاعد ناخذ حقوقنا بس نطالب بحقوق، وهذا للاسف لا مو صحيح الكلام هذا، مو صحيح. معاشاتنا على 450 600 دينار اقصى حد، وموجود فيها داخل. لما تكلم تقول له ليش تعطيني هالمبلغ هذا، يقول فيه بدل خطر وبدل طريق وبدل طبيعه العمل يعني للاسف يعني هذا، ولكن مو صحيح. التاجر هو اللي قال ياخذ، انا ما اخذ الا فتات. اليوم انا معرض للخطر، اليوم انا سالم 22 سنه في هذا القطاع، عندي حاسه الشم، عندي ظهري في ديسك، من شنو؟ من العمل في الارياق وحفر الابار طول عمري. اليوم انا كبرت صح، باقي لي سنه وتقاعد، لكن انا طالع وانا تعبان. اليوم انا لازم اقعد 30 سنه عشان اتقاعد، على ان اللي في قطاع النفط الحكومي 25-20 سنه يتقاعد اعمال خطره واعمال شاقه. اليوم انا مسجل في التامينات، مسجل اعمال مكتبيه، انا حفر ابار وبين قاز قاتل وموجود مسجل، وهذا هو هذا التفاف على القانون. فيعني الشق عود. ليش التفاف على القانون؟ اليوم انت تعمل في اماكن خطره، فينطبق عليك الاعمال الشاقه في التامينات، لكن انا شركتي والشركات هذه قاعد تسجل هذه العماله، تسجلها في اماكن في 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 اعمال مكتبيه. انت راضي؟ انت رضيت انك تسجلها في مكتبيه؟ انا راضي، انا مو راضي، لكن غصبا عني، غصبا عني. اليوم انا ابحث عن وظيفه، اليوم انا قاعد اكد على عيالي، قاعد اصرف عليهم، اذا انا ما رضيت بكره تفنش. لكن هذا قانون لازم يتعدل، عشان كذي احنا طالبنا في تطبيق القانون، وباذن الله ان شاء الله راح نوصل ناخذه باذن الله. باذن الله. اذا ما ناخذ هذا الاشياء وش بتسوي؟ احنا سوينا وثيقه وخلينا سياسيين ومرشحين واعضاء مجلس الامه يوقعون عليها، حصلنا على 35 عضو في مجلس الامه وقعوا ايدنا، و12 عضو رفضوا للاسف تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام القضائيه. احد الاعضاء من غير ذكر اسامي جينا وقلنا له هذا له 14000 كويتي وانت قسمت على تطبيق القانون، وهذول الكويتيين محتاجين منك انك توقع على الوثيقه لحمايتهم والدفاع عنهم. رفض الشخص هذا النائب الفاضل، رفض هذا الامر، وبعدها نزلنا احنا بوست ان هذا النائب رافض. طبعا النائب قابل احد الاشخاص في الفريق وادعى ان رئيس الفريق اللي هو انا ان انا كاذب. فقلت ما خلف اذا انا كاذب، وجهت له رساله في تويتر وخاطبته شخصيا وطلبت منه انه يقابلني في مناظره امام دائرته، ابناء دائرته، على الاقل يعرفون ابناء دائرته من الكاذب والصادق. اي ممكن هو يكون الصادق وممكن انا كاذب، لكن اليوم انا طلبت منه مناظره والى يومك هذا مرت علي. نائب ثاني معروف صوت العالي، وهو دائما يتكلم عن الفساد في القطاع النفطي. جيته وحاولت فيه كذا مره وكان يتهرب مني، بعدها كلمت تلفون، رد علي تلفون. لما رد علي قال لي، قلت له انا فلان فلاني، انا سالم العجمي رئيس الفريق وهذا موضوعنا. قال لي انا توقيع ما راح اوقع يا ابن الحلال، هذا عندنا قانون وعندنا احكام وانت مدافع شرس، يعني عن قاعد تتكلم عن قضيه القطاع النفطي. للاسف يعني صدمني، و يعني صدمت والله برده، ولا ودي حتى أن أوصل ردة حق إخواني في القطاع النفطي الخاص. ردة كان رفض بس بصوت عالي، ولا زلت أنا لا اللحظة هذه مستغرب، والله لا أعلم أقسم بالله. حقوق 14000 مواطن رفض. أي دائرة هذا؟ دائرة ثانية. وتتعامل مع نواب أقسم بالله الكثير منهم 35 نائب مرحبين فينا واقفين ويانا وفازعيننا. يعني انا اذكر من نواب، يعني اقل ما فيها اذكر، هذا حق اذا تسمحوا لي ان اذكر، يعني اذكر اسامه الشاهين، نائب الفاضل اسامه الشاهين، واذكر النائب الفاضل خالد المنس، واذكر النائب محمد حويله، واذكر النائب سعدون تيبي، واذكر كلهم كانوا مرحبين فينا ويدافعون عنا ويوقفون ويانا ويفزعوننا كثير. انا ما اتكلم 35 شخص، ورياض العدساني والطبطبائي أمر الطبطبائي، أنا ما أبدي لأنه مو 35 شخص، والله 35 شخص أو 35 نائب أقسم بالله أنا أرفع لهم القبعة. يعني 14000 كويتي، وهذه رسالة للقيادة النفطية، يعني اتقوا الله فينا،
هذول أبنائكم وأبناء بلدكم، وأنتوا يعني هذه أمانة في عنقكم إلى يوم الدين. ناس مظلومة قاعدة تتفنش وقاعدة يعني وقاعدة تتعذب في دوامها، غير الأجنبي اللي قاعد يعني يتعرض لهم بالفصل والتهديد، يعني أمور كثيرة. أنا أقول اليوم إحنا في رقبتكم، وأنا أقول لأخوي رئيس المؤسسة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والظلم ظلمات يوم القيامة تذكرها يا أخوي هاشم. اليوم الكرسي اليوم أنت عليه، بكرة غيرك قاعد عليه، هذول عيالك، وخلي التاريخ يسجل لك، يسجل لك يا أخوي هاشم، يسجل لك أنك أنت أنصفت أبناء القطاع النفطي الخاص. اليوم يا هاشم وصلنا الوزير، وبإذن الله إن شاء الله سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء بإذن الله قريبا راح يجتمع وياه، ومشكور أن أبو خالد الله يبيض وجهه طلب أنه يقابلنا ويقعد ويانا. نعم موافق، وبإذن الله إن شاء الله حنا أملنا كبير في سمو رئيس مجلس الوزراء بإذن الله إن شاء الله، وما يضيع حق وراهم طالب بإذن الله راح نأخذه.